السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. أشرب بكم اليوم. إحنا عندنا كيف تقوي صوتك وكيف تمرن صوتك ومن خلال تمرين الأصوات حتى تقوي العرب مالتك. قبل ما أبدأ أذكر أنه بالدورات الموسيقية اللي يتم المحاضرات لتعلم العود وتعلم الغناء العربي وتقويته، وموجود رقم واتساب أسفل الفيديو تقدرون أنه تتصلون وتعرفون التفاصيل، اللي هي 8 محاضرات شهرية. اللحظة الآن أمامكم في موجودة في كثير من الأخوان أنه يحتاج تمرين صوت وتقوية الصوت. مثلا يقدر يقوي صوته من خلال طبعا البالون اللي هو يقوي، ثانية من خلال الآلة الموسيقية اللي هي تكون مشرفة وأساس بتقوية الصوت. يعني مثلا ياخذ إذا هو متعلم آلة موسيقية ياخذ، وإذا ماكو موجود البيانو في التطبيقات. لكن الحل الوحيد والمسؤول على كل هاي العملية هي عملية التنفس في البداية، اللي هي لا 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 لا. شوف عملية الصوت لولا قضية النفس مالتي فأنت ما تقدر تتعب. لازم أنت أول قضية اللي تعملها اللي هي قضية النفس قبل ما تبدأ بالتدرج. القضية الثانية هي أنت كيف تدرس أنه تمشي على طريق صحيح. القضية الثانية اللي هي أنه يتعدل الصوت مالتك من خلال أنه تعرف التونات وتعرف السلم الموسيقي وتعرف الطبقات الموسيقية اللي هي من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الطبقات الواطية إلى الطبقات العالية، وبالتالي أنت راح يكون عندك يكون عندك سلسلة وتسلسل وحتى يصلح صوتك. كثير من الأخوان اللي هم طبقاتهم من أسماعهم أو يجون يدرسون عندي أنه ما تعرف الطبقة مالته، لأنه هو يعرف صعود شون يصعد وشون ينزل. أول شيء تكون تثبيت للطبقات الموسيقية لك والصوتية العرب وتحديدها، ومن ثم الانتقال إلى الشيء المهم اللي هو ترتيب الصوت، ومن ثم المقامات حتى أنت تعرفه من خلال الأمور اللي هي راح تدرسها، وبالتالي راح تاخذ نتيجة ممتازة بموضوع الغناء. يعني هو أنت لازم تتدرج حتى تاخذ الصوت. أول شيء تصليح الصوت مالتك من طبقات الموسيقية واللي هي أساسا تكون لازم معدلة، لأنه هي أساسا غير مرتبة في البداية، وبالتالي يحتاجك أنه تدرس صحيح وتدرس صوت صحيح ونفخ صحيح وإلقاء صحيح في الجمل الموسيقية في القراءة، ومن ثم الذهاب إلى قضية المقامات اللي هي لازم أنت تعرف المقام وتعرف متى تقرأ المقام، إذا كان عراقي وإذا كان الموال إلى حدوده وإلى ترتيبه وإلى كيف تبدي بالمواويل، وبالتالي حتى تقدر انت تشتغل. يعني ما يصير انت تبدا مباشره بالمواويل وانا اريد اغني واريد اصير نجم وانت بعد عندك اخطاء. اتمنى انه استفاديتوا، وتحياتي لكم، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه موجود اسفل الفيديو رقم الواتساب. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.